العاهل البحريني يستقبل الرئيس السيسي في مطار المنامة وقصر الصخير الملكي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن لتقديم التعزية في ضحايا حادث ميناء العقبة. زيلينسكي يطالب أمام مجلس الأمن بالتحقيق الأممي في استهداف القوات الروسية مركزا تجاريا، ومندوب موسكو يؤكد أنها أكاذيب. منتصف الليل العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة. مشاهدينا أهلا بحضراتكم، نقدم لكم هذه النشرة زميلتي ندى رضا وأنا أحمد بشتو. ندى إليك. شكرا لك أحمد. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والبداية من العلاقات المصرية البحرينية. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث استقبله العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة في مطار المنامة ثم قصر صخير الملكي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي بحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها. في ثاني أيام جولة السيد الرئيس الخليجية، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة البحرينية المنامة قادما من سلطنة عمان، حيث كان في استقبال سيادته جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وكبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية. حيث اصطحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الصخير، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمية. سلام جمهورية مصر العربية! سلام! We'll be right back.
هذا وقد شهدت العلاقات المصرية البحرينية تطورا غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وتبرهن مواقف القيادة السياسية للدولتين في كافة المناسبات على التكاتف والصمود بين القيادة وشعبي البلدين. العرض التالي والزميلة داليا أبو عميرة. أهلا بكم. تتميز العلاقات المصرية البحرينية بالمتانة والأخوة منذ قديم الأزل، لقد عكست الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الحرص على دفع تلك العلاقات إلى الأمام وتعزيز جهودهم الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، حيث شهدت العلاقات المصرية البحرينية تطورا غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، سواء على مستوى العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، كما تبرهن مواقف القيادة السياسية للدولتين في كافة المناسبات على التكاتف والصمود بين القيادة وشعبي البلدين. فعلى المستوى السياسي تنطلق القاهرة والمنامة من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة، قائمة على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات لا سيما ما يتعلق بأمن منطقة الخليج واستقرارها. واقتصاديا وصلت مصر والبحرين إلى مرحلة التكامل من خلال مشروعات تنموية مشتركة مدعومة بعدد من الاتفاقيات يقدر عددها بنحو 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم. تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 ليصل إلى 552 مليون دولار على المستوى العسكري. يجمع القوات المسلحة لكل من مصر والبحرين عدد من التدريبات المشتركة، في مقدمتها التدريب خالد بن الوليد والذي يعكس انتظام العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وتنسيق الجهود بين جيشيهما وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية والاستعداد لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا عن العلاقات المصرية البحرينية وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. تنطلق العلاقات بين مصر والبحرين من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة والتعاون المشترك في شتى المجالات. بلغت العلاقات بين البلدين أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تتميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوية، حيث تنطلق من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة والتعاون المشترك في شتى المجالات. وبلغت العلاقات بين البلدين أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حظيت العلاقات بين البلدين بدفعات قوية تمثلت في الزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة. وتبادل الرئيس السيسي والعاهل البحريني الزيارات الرسمية، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي في حوار المنامة في أكتوبر عام 2015، والذي يعد من أهم المنتديات على المستوى الدولي التي تناقش القضايا الأمنية وأهم التحديات التي تواجه منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط. كما قام العاهل البحريني بعدة زيارات لمصر للقاء الرئيس السيسي لبحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. وعلى صعيد العلاقات التجارية بين البلدين، تعد البحرين على قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، وتتركز الاستثمارات في مجالات التمويل والإنشاءات والتصنيع والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى صعيد التعاون الثنائي، شهد الرئيس السيسي وعاهل البحرين في أبريل 2017 شهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك، من بينها 3 مذكرات للتعاون في مجال الدفاع والشباب والطلائع والرياضة. كما شهدت العلاقات والتعاون العسكري بين القاهرة والمنامة شهد طفرة كبيرة منذ عام 2014، تمثلت في التدريبات والمناورات المشتركة إلى جانب مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون العسكري ولقاءات مسؤولي البلدين العسكريين المستمرة. علاقات متميزة تجمع مصر والبحرين في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيزها في كافة المجالات
والوصول بها إلى مستوى أرحب. في نفس السياق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين لتصل إلى 917 مليون و200 ألف دولار خلال عام 2021، وذلك مقابل 400 مليون دولار خلال عام 2020، وبنسبة ارتفاع تقدر ب 128.7%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى البحرين نحو 450 مليون و700 ألف دولار خلال عام 2021، مقابل 139 مليون و300 ألف دولار خلال عام 2020، وبنسبة ارتفاع تقدر ب 223.5%. كذلك بلغت قيمة الواردات المصرية من البحرين نحو 466 مليون ونصف المليون دولار خلال عام 2021، مقابل 261 مليون و700 ألف دولار خلال عام 2020، وبنسبة ارتفاع تقدر ب 78.2%. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين مصر وسلطنة عمان حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل إلى جانب التوافق العماني المصري، إذا أدعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو بالبحر الأحمر، فضلا عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة. جاء ذلك خلال لقائه في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان. الرئيس السيسي أيضا التقى على هامش هذه الزيارة نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد وممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في السلطنة. في ثاني أيام زيارته للعاصمة العمانية مسقط، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جلالة السلطان رحب بالسيد الرئيس، مشيدا بالروابط الأخوية والوثيقة التي تجمع بين البلدين. من جانبه أكد السيد الرئيس على اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك. كما ثمن السيد الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سيادته بمقر إقامته بمسقط صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء مع رجال الأعمال العمانيين. اسمحوا لي أن أنا أوجه لكم جميعا كل التحية والتقدير والاحترام، وقد ايه انا سعيد اني موجود في
سلطنة عمان. عمان في وجداني ليها مكانة كبيرة جدا جدا، مش دلوقتي ومش من سنين طويلة فاتت. فأتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى لعمان كل الاستقرار والأمان. في سياق آخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في ميناء العقبة، داعيا الله أن يسكن جميع الضحايا فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. من جانبه أعرب ملك الأردن عن الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة من قبل السيد الرئيس، مؤكدا العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين. بعث المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول الذكرى 9 لثورة 30 من يونيو. قال رئيس مجلس النواب إن ثورة 30 من يونيو امتلك فيها الشعب إرادته وتوحد فيها المصريون واستظلوا بعلم الوطن وانضم إليهم رجال الشرطة وحماها جيش الشعب. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر بقيادة الرئيس السيسي منارة للاستقرار والتنمية، إيمانا بحق الأجيال القادمة في جني ثمارها. كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 9 لثورة 30 من يونيو. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن ثورة 30 من يونيو المجيدة كانت وما زالت علامة فارقة في تاريخ الوطن، جسدت ملحمة شعبية قادها المصريون بخروجهم في انتفاضة ضد قوى الظلام والشر حتى استعاد الوطن هويته، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما زال أمل هذا الشعب الحر الأبي. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التهنئة إلى الرئيس السيسي وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 9 لثورة 30 من يونيو، مؤكدا أنها ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة العمل والبناء تحت قيادة الرئيس السيسي لتحقيق أهداف التنمية. وقد بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 من يونيو. وجاء في البرقية أن ثورة 30 من يونيو قام بها جموع الشعب المصري العظيم لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله في يوم خالد من أيام الكبرياء الوطني. وأكد وزير الدفاع أن الجيش المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة أكد انحيازه الكامل لإرادة الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، وتقدم رجاله الصفوف دفاعا عن قدسية الوطن وسلامة أراضيه، ولم يقبلوا إلا بما يحقق لمصر مصالحها القومية العليا والحياة الكريمة لشعبها. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو. قال وزير الداخلية إن الاحتفاء بتلك الذكرى الخالدة إنما يجسد قيم الوفاء لملحمة وطنية أهدت الأمم نموذجا فريدا لشعب عظيم قد احتمى في 30 من يونيو بحكمة قائده وثارة في وجه جماعة الشر بدافع من وطنيته، ليرسخ بذلك صفحة من العطاء والخلود مرتكزا لارتياد مسيرة العمل الوطني أفاق مستقبل مشرق ومفعم بالأمل لتحيا مصر على مر العصور في عزة وكرامة.
هذا وتواصل وزارة الداخلية الاستعداد لإطلاق فعالية يوم الخميس المقبل بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. تتزين السلاسل والمحال التجارية والمطاعم الكبرى بلافتات مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار، استعدادا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. يتسابق الجميع للانضمام والمشاركة بفعالية في مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو. نشكر وزارة الداخلية أنها أتاحت لنا الفرصة أن احنا نكون مشاركين في مبادرة كلنا واحد بمناسبة 30/6. وكل سنة وانت طيب رئيس، وكل سنة وشعب مصر طيبين، وإن شاء الله في انتظاركم مع أكبر خصومات في جميع فروعنا. اللي انت اقتضاءت يوم 30/6 إن شاء الله تنال إعجابكم، ومستنيينكم في انتظاركم إن شاء الله. عاملين احتفالية كبيرة جدا يوم 30/6، نتشرف جدا باستقبال المواطنين للاستفادة من الخصومات الكبيرة اللي احنا هنعملها. حابين نهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بمناسبة 30/6، يوم عيد على الشعب المصري كله. منتظركم يوم 30/6، بنهني الشعب المصري وبنهني سيادة الرئيس، وعاملين خصومات كبيرة في جميع فروعنا. هيبقى في خصومات كبيرة، خصومات كتير تصل لحوالي 70% على كل البراندات وكل المحلات اللي موجودة. تخفيضات كبيرة جدا، الهدف منها ان احنا نشارك في المبادرة العظيمة اللي كان اساسها هي ثورة 30 يونيو. 22 مول تجاري و16 كيانا صناعيا وتجاريا بإجمالية 426 منفذا وعدد 52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم، بإجمالية 359 محلا على مستوى الجمهورية، موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية تقدم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة احتفالا بهذه المناسبة. احنا عاملين احتفالية كبيرة بخصوص احتفالات 30 يونيو، وعاملين خصومات كبيرة بجميع فروعنا. في مفاجآت وفي خصومات وفي تخفيضات هتبقى موجودة في المول، واحتفالية بشكل لطيف. احنا عاملين تخفيضات في مطاعمنا، وفي بتنورونا وشرفونا ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين وسيادة الرئيس طيب والشعب المصري بخير وسلام. شرفونا في يوم 30/6 عشان نحتفل باليوم ده مع بعض، عاملين خصومات حلوة جدا، كل سنة وانتم طيبين. وهنكون في انتظار حضراتكم تحتفلوا معانا يوم 30/6 ان شاء الله، وكل عام وحضراتكم بألف خير وسلام. بحب اقول للرئيس كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وحضرتك دايما بخير، والشعب المصري كله دايما بخير. كل سنه وانتم طيبين، ومناسبة 30/6 احنا في انتظاركم تشرفونا، بنقدم تخفيضات هائله دعما لمبادره كلنا واحد تحت رعايه السيد الرئيس. بهذه المناسبه السعيده بنعلن عن خصومات ومفاجآت داخل فروعنا داخل مصر وخارجها، ومنتظرينكم تشرفونا نحتفل سويا، وكل عام وانتم بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد من كل سوء. وتستمر تخفيضات الأسعار بالمرحلة 22 لمبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، بإجمالية 1002 منفذا لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية. إضافة إلى 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية التي تستمر في تخفيض الأسعار حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. تستاهل كل خير.
مع استمرار توافد حجاج القرعة إلى مطار المدينة المنورة، تقوم بعثة وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات وصولهم وتوفير الحافلات لنقلهم إلى أماكن إقامتهم وتسكينهم وسط حفاوة كبيرة في فنادق الإقامة. الاستمرار في توافد أفواج حجاج القرعة إلى مطار المدينة المنورة، يقوم ضباط البعثة بتيسير إجراءاتهم وتوفير الحافلات لنقلهم إلى مقار إقامتهم مع وجود ضابط داخلها لإنهاء إجراءات التسكين بواسطة التابلت والباركود، بما يمكن الحاج من معرفة غرفته بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة. حفاوة الاستقبال كانت كبيرة بفنادق الإقامة التي تم اختيارها على بعد خطوات من الحرم النبوي الشريف، وبما يليق بعودة الحجاج بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا. ضباط بعثة حج القرعة تسابقوا لإنهاء إجراءات الحجاج والتي لم تستغرق سوى دقائق معدودة. كنا كروتا وعرفونا الغرف بتاعتنا في الدور الكام، واستقبال جميل وادونا هدايا واحنا نازلين من المطار، وبرضك لما دخلنا الفندق استقبال جميل، وفي الاوتوبيس برضك مرتبين الاعداد بالمقاعد بتاعتنا، وحاجه ما شاء الله جميله، يعني حاجه تبسط بصراحه. يعني الغرفه ايوه عارفها، والشنط بسم الله ما شاء الله بيطلعوها، يعني كل حاجه متيسره. فرحه كبيره بين الحجاج لدقه عمليه التنظيم منذ لحظه وصولهم الى مطار المدينه حتى فندق الاقامه، ووجود الضباط بينهم لتوجيههم والإجابة على كافة استفساراتهم. حفاوتهم بينا جميلة وأسعدونا، والواحد مش عاوز يمشي من هنا وعاوز يجي باستمرار من كتر الاستقبال الواحد شاف. انتوا سبتونا والله فرح بالاستقبال الجميل اللي قابلونا بيه من المطار لغاية ما جانا هنا الفندق، ما شاء الله بجد استقبال كده، يعني حسينا بفرحة فوق الفرحة اللي احنا فرحانين، وبجد ما شاء الله كل حاجة جميلة واستقبال جميل وكل حاجة ما شاء الله، من لغاية من ساعة ما جينا لغاية الوقت ما شاء الله. غرف الإقامة توفر سبل الراحة للحجاج، مع الحرص على أن تكون هناك غرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن كل فندق ملحق به عيادة طبية وعدد من الوعاظ للإجابة على استفسارات الحجاج. أجواء روحانية وفرتها بعثة حج القرعة للحجاج لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر، مع وضع كافة الإمكانات لخدمة الحجيج. ما شاء الله الخدمات حلوة ممتازة، وما شاء الله والدخلية عاملة حاجات حلوة كويسة أوي. يعني يسعى القائمون على بعثة حج القرعة المصرية إلى توفير أقصى سبل الراحة لحجاجها منذ لحظة وصولهم للمدينة المنورة، والتيسير عليهم في إقامتهم وتحركاتهم والصلاة بالمسجد النبوي الشريف وزيارة الروضة، رافعين شعار خدمة الحجيج أمانة ومسؤولية. وقد وفانا موفد إكسترا نيوز في المدينة المنورة الزميل همام مجاهد بالرسالة التالية حول استمرار توافد حجاج القرعة إلى المدينة المنورة. لا يزال الحجاج المصريون يوصلون توافدهم إلى الأراضي المقدسة، أكثر من 6400 حاج لا يزالون يفدون إلى هنا إلى المدينة المنورة، إلى مطار المدينة المنورة، قبل أن يتم تفويجهم لاحقا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هؤلاء الحجاج هم من بعثة قرعة الحج المصرية وغيرهم أيضا من البعثات المصرية الأخرى الذين يتواجدون في المدينة المنورة. مجهودات كبيرة وضخمة تقوم بها وزارة الداخلية تقوم بها البعثة المصرية من أجل راحة الحجاج ومن أجل تسكينهم في فنادق قريبة من المسجد النبوي هنا في المدينة المنورة، ومثلها أيضا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأخرى، ضمانا لراحة الحجاج وأداء مناسكهم بسهولة ويسر. من بين هذه الخدمات التي تقدم إلى حجاج بعثة القرعة تنظيم رحلات إلى داخل المسجد النبوي الشريف لزيارة الروضة الشريفة، بدلا من أن يتم زيارة الروضة الشريفة بشكل منفرد يتم تنظيم هذه الزيارات بشكل جماعي من قبل البعثة المصرية بالتنسيق مع السلطات السعودية. أيضا من أبرز ما تقوم به البعثة المصرية وما قامت به وزارة الداخلية هي إفاد رحلات إلى
أهالي وأسر الشهداء من شهداء وشهداء ضباط وأفراد الشرطة المصرية من أجل أداء مناسك الحج. تم تسكينهم في فنادق قريبة جدا على من الحرم النبوي وتنظيم زيارات مختلفة. هناك العديد أيضا من الزيارات التي تنظم من قبل البعثة المصرية إلى عدد من المزارات الدينية هنا في المدينة المنورة وربما أيضا مثلها في مكة المكرمة من قبل البعثة المصرية لضمان سهولة والتيسير على الحجاج المصريين الذين يريدون زيارة هذه البقاع المقدسة هنا في المدينة المنورة. من حيث الغرف ومن حيث الإقامة والتسكين هناك جهود مذهلة في الحقيقة من قبل البعثة المصرية والمسؤولين عن هذه البعثة في تسكين الحجاج المصريين. منها على سبيل المثال وجود بعض الغرف في الفنادق التي تقيم بها البعثة المصرية مخصصة لذوي الإعاقة وبالتالي سهولة وتيسير أداء المناسك من هذه الفئة. أيضا من بين هذه الخدمات التي تقدم تسهيل التنسيق ربما واستخراج التصاريح الخاصة بزيارة الأماكن المقدسة من قبل السلطات المصرية والمسؤولين عن بعثة الحج المصرية بالتنسيق مع السلطات السعودية بداية من الوصول إلى مطار المدينة المنورة وصولا إلى التسكين وإلى الإقامة بشكل كامل في المدينة المنورة وأيضا في مكة المكرمة. يرأس بعثة الحج هذا العام مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية اللواء علاء الأحمدي وقام في وقت سابق بتفقد هذه البعثات وإقامة الوفود وإقامة البعثات بعثة القرعة والتضامن الاجتماعي وغيرها من البعثات في المدينة المنورة وأيضا في مكة المكرمة. حتى هذه اللحظة الأمور تسير بشكل طبيعي وشكل منظم وشكل منسق بالنسبة للسلطات المصرية ومسؤولين عن حجة البعثة المصرية مع السلطات السعودية ضمانا لراحة الحجاج وضمانا لوصول الحجاج المصريين إلى الأماكن المقدسة بشكل يسير وبشكل سهل. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 107 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 35 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 67 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 608 قضايا من بينها 77 قضية خبز ناقص الوزن و86 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب ومنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 19 طن أقماح محلية. في سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن أجهزتها من تحديد وضبط القائمين على مقطع فيديو مفبرك في مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى المنتقبات تقوم باختطاف طفل داخل مركبة توك توك عقب تخديره بوخز دبوس في كتفه بمعاونة آخرين. وأضافت أنه تباين أن المتهمين هم 4 أشخاص من المقيمين في محافظة سوهاج. أحدهم ارتدى النقاب لإهام مشاهدي مقطع الفيديو بأنه سيدة وبمواجهتهم اعترفوا بأن الفيديو المشار إليه تمت فبركته بأحد الشوارع في مدينة جرجا وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسب المشاهدة. أنا اسمي خلف القرش عبد الرحيم عبد العال مقيم بمدينة جرجر وامتلك حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أبو مكة على الفيسبوك وباسم أبو مكة نمر الصعيد على اليوتيوب. أنا اللي صورت فيديو وألفت وفبركت في مدينة جرجر خطف لواء بالمخدر وأنا اللي كنت عامل دور اللي لابس النقاب وكان معايا أخوي علي اللي هو كان سواق التوك توك وكان معايا أحمد عباس اللي هو اتخطف وكان معايا حسين اللي هو صور الفيديو بالتليفون. وهدفي ان انا احقق نسبه مشاهدات عاليه وربح من الفيسبوك. القى السفير احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى مكتب الامم المتحده والمنظمات الدوليه الاخرى في جنيف بيانا مشتركا نيابه عن 67 دوله من مختلف انحاء العالم خلال الدوره 50 لمجلس حقوق الانسان بشان
تعزيز مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه. صرح المندوب الدائم بهذه المناسبة بأن البيان أبرز أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي مستمد من الحق في مستوى معيشي لائق. كما ذكر المندوب الدائم أن البيان تضمن الإعراب عن القلق البالغ تجاه الآثار السلبية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والضغوط الأخرى عن كمية أو على كمية وجودة المياه المتاحة للحفاظ على حياة الإنسان والنظم البيئية الصحية. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم بمجلس الأمن. وفي كلمة له أمام المجلس قال زيلينسكي إنه يجب محاسبة روسيا حتى لا تمنح ضوءا أخضر لعملياتها العسكرية، مطالبا الأمم المتحدة بالتحقيق في استهداف القوات الروسية مركزا تجاريا في مدينة كريمنتشوك في وسط البلاد. كما أدان زيلينسكي استهداف مدينة ماريوبول. الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ينص والذي أقيم بموجبه وينص على إقامة محكمة خاصة لمحاسبة الدول المتورطة في الإبادة التي تتعلق بالمقابر الجماعية المنتشرة في ماريوبول. هذا علاوة على الجيش الروسي الذي لم يتوانى عن ذلك. أكثر من 500 ألف نسمة قد روعوا وباتت ماريوبول يبابا خرابا وخاوية على عروشها بعد هذه الإبادة الجماعية منذ بداية هذا الغزو كامل الأوصاف على أوكرانيا. أكثر من 4 أشهر قد خلت منذ بداية الغزو الروسي لدونباس واحتلال شبه جزيرة القرم الأوكرانية. من جانبه أكد ديمتري بوليانسكي النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن هناك دعاية غربية لأكاذيب عن جرائم ارتكبتها قواتنا في أوكرانيا، مؤكدا أنه لم يتم توجيه ضربة لمركز تسوق في كريمنتشوك، إنما تم استهداف مستودعات أسلحة واردة من الغرب. ومن جانبه أكد نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد مايلز أن روسيا تثبت المرة تلو الأخرى أنها تحاول إخضاع أوكرانيا وسيادتها، مشيرا إلى أن هناك أدلة وافية تثبت أن روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن الاعتداءات التي تتم في أوكرانيا. هناك أدلة وافية تثبت أن روسيا وروسيا وحدها هي المسؤولة عن هذه الاعتداءات، ولا تخطئن فإن الاعتداءات العشوائية على المدنيين والبنى التحتية المدنية تشكل جريمة حرب. قيمنا في السابق وقلنا في السابق أن أعضاء القوات المسلحة الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا. أكرر لأكون واضحا، جرائم حرب، والأدلة كثيرة ولا يمكن نغض النظر عنها. لقد رأينا تقارير كثيرة عن قصف المدارس والمستشفيات مثل مستشفى الأمهات في ماريوبول. وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأييد أعضاء حلف الناتو انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف بأنها تمثل أخبارا رائعة قبل القمة. وقال جونسون في تغريدة على تويتر إن عضوية السويد وفنلندا ستجعل حلف الناتو أقوى وأكثر أمانا.
إلى بيروت، حيث انتهى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي من الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها على مدار يومين مع الكتل النيابية والمستقلين للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة. وخلال الاستشارات استمع ميقاتي إلى رؤية كل كتلة نيابية ومستقلة إلى الحكومة الجديدة ومطالبهم فيها، علما بأن هذه الاستشارات لا تكون نتائجها ملزمة، إلا أن ممارسة الحكومة الجديدة لعلمها يتطلب الحصول على ثقة مجلس النواب بعد إعلان تشكيلها. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي أن حكومته تعمل في نهاية دورتها داعيا الأطراف السياسية إلى العمل بكل قوة على تشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي حتى تتمكن من تقديم رؤية لمعالجة هذه التحديات. الحكومة تعمل في نهاية دورتها، وننتظر من الأطراف السياسية العمل بكل قوة لتشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي حتى تستطيع أن تقدم رؤية لمعالجة هذه التحديات. هذه الحكومة باقية في العمل إلى اللحظة الأخيرة لحين تسليم مهامها للحكومة القادمة. لهذا ذكر النخب السياسي على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تقوم بواجبها، ولكن في نفس الوقت سوف نعمل للحظة الأخيرة لمتابعة كل التفاصيل. كما ذكرنا في السابق أنه علينا التزامات يجب أن ننفذها ونستمر بها. وأكد الكاظمي أن حكومته وضعت مصلحة العراق بالدرجة الأولى وأعادت علاقات البلاد على أساس المصلحة العراقية وإنهاء سياسة الخوف والعزلة وسوء الظن مع الآخرين. وضعنا مصلحة العراق بالدرجة الأولى، وهذا التوازن ينطلق من مصلحة العراق ومن مصلحة الشعب العراقي، وسوف نستمر بهذه السياسة ولن نذهب إلى أي محور على حساب محور آخر. نحط مسافة متساوية مع الجميع من أجل أن نجلب العراق استثمارات ودعم لكي نعوض ما مر في الماضي من فشل وإحباط وحروب عبثية تركت تداعياتها على الشعب العراقي. المطلوب نعيد بناء علاقاتنا على أساس المصلحة العراقية وعلى أساس حسن الظن مع كل الشركاء. أما سياسة الخوف والعزلة وسوء الظن مع الآخر، هذه ليست سياستنا. سياستنا نحسن الظن بالجميع حتى نصالح مع أنفسنا نصالح مع الآخرين، ونتحرر من السياسات العبثية التي أخذت العراق في الماضي إلى سياسات شبه انعزالية أو تصعيدية مع دول الجوار، حروب. هذا كله إن شاء الله يكون جزء من الماضي. ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بتسرب الغاز الذي وقع بالعقبة والأثار الناجمة عنه. أعرب العاهل الأردني خلال الاجتماع الذي حضره من العقبة عبر تقنية الاتصال المرئي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عن تعازيه لأسر الضحايا، كما شدد على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حدث من خلال نتائج التحقيق وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية في مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27. وفي اجتماع عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها القدرة دوما على التنظيم الجيد لهذه الأحداث العالمية. وخلال الاجتماع تم عرض موقف تنفيذ عدد من المشروعات، منها الحديقة المركزية التي تشهد ضمن نطاقها تنفيذ المبنى التجاري ومجمع البنوك والمقرر الانتهاء منها في سبتمبر المقبل، وكذا إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والمقرر إتمامه في أغسطس المقبل. كما تم استعراض موقف تنفيذ المرحلة الأولى من الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ والمقرر الانتهاء منها في يوليو المقبل.
اجتمع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع وزير البترول طارق آل ملا لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع التكرير والبتروكيماويات. أكد مدبولي أنه يوجد فرص ومشروعات استثمارية مهمة من المقرر طرحها للقطاع الخاص، كما أكد أن اهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات المنفذة في قطاع البتروكيماويات دعما لهذه الصناعة المهمة. أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر أهمية التصدي للشائعات ومكافحتها والرد عليها وكذلك التنبؤ بها، مشيرا إلى أن الشائعات هي الخطر الداهم الذي يجب أن نواجهه الآن. وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب بين تنمية الوعي ومواجهة الشائعات والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شدد جبر على ضرورة توعية المجتمع بألا يصدق كل ما يثار من أكاذيب. من أجل تنمية الوعي ومواجهة الشائعات تدور النقاشات هنا بين نخبة من السياسيين والإعلاميين وقادة الفكر والدين. هذه الفعاليات تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. النهاردة بأشرف وجود طبعا قائمة على رأسها طبعا الأستاذ كرم جبر وأيضا معالي المفتي والمركز المصري، الحقيقة الذراع معانا للدراسات وللفكر وكبار الخبراء والسياسيين اللي موجودين والإعلاميين، بنتناقش مع الشباب اللي موجودين رؤساء كيانات شبابية كتيرة جدا. الوزارة بتستهدف القواعد الكبيرة من الشباب في كل المتوسطات ويعني المناحي السياسية. المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بيشارك مع وزارة الشباب والرياضة الحقيقة في مبادرة تصدوا معنا لتنظيم هذا المؤتمر المهم اللي الحقيقة بيدفع وراء جهد بذلته وزارة الشباب وبذلته مؤسسات الدولة المختلفة في هذه المبادرة وفي هذه القضية على وجه التحديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما مبكرا جدا لفت الانتباه إلى أن قضية الوعي هي من القضايا التي يجب الاستثمار فيها خاصة مع جيل الشباب، وبنشوف الحقيقة جهود كبيرة جدا يبذلها سيادته شخصيا وتبذلها مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية ومؤسسات العمل المدني والأهلي بشكل كبير جدا في هذا الإطار. الشائعات في نوع من الوعي، بس هو وعي زائف، والوعي الزائف يحتاج إلى حاجتين: إزاي أنه تواجهه بحقائق، الجانب الثاني أن الحقائق دي تدخل من خلال عملية الهضم الخاص بالمعلومات، لأنه جزء كبير جدا من تشويه الوعي أو الوعي الكاذب أو الوعي الزائف يأتي من الخريطة الذهنية اللي موجودة في الأصل لدى المتلقي. فإزاي نواجهها؟ في طبعا بدحض الحقائق الكاذبة بحقائق حقيقية. خلال المؤتمر استعرض المشاركون دور الإعلام في التصدي للشائعات بالتزامن مع تزايد حجم إنجازات الدولة في السنوات الأخيرة، إذ أشار تقرير المركز الإعلامي بمجلس الوزراء إلى أن عام 2021 هو الأكثر من حيث عدد الشائعات منذ عام 2014 بنسبة تصل إلى 23.5% مقارنة ب 22.9% عام 2020. طبعا كان 2021 هو الأعلى، كان ليه النصيب الأكبر من حجم الشائعات المتداولة. طبعا ده راجع لأسباب كتير، لأن احنا لو جينا نشوف ايه الأهداف اللي بتصدر عنها الشائعات، هي نشر الإحباط بين المواطنين، تشويه الإنجازات. طبعا في الأزمات بتنتشر الشائعات بشكل كبير، فهنلاقي طبعا في هذا التوقيت كان عندنا العديد من الإنجازات اللي تم افتتاحها في هذا التوقيت، واللي يعني حازت بعدد كبير من الشائعات. كان في استهداف كبير لهذه المشروعات المختلفة، المشروعات القومية بشكل كبير من الدراسة اللي احنا درسناها. أنا لما بصيت على القاعة الحقيقة عرفت أن شكل مصر بعد 10 سنين هيبقى إزاي. إن شاء الله يبقى شكل مباشر وشكل كويس، لأن الوجوه اللي قاعدة فعلا يعني عندهم درجة كبيرة جدا من الوعي وعندهم أفكار متقدمة جدا، ويعني احنا بنكلمهم وبنتعلم منهم، لأن هم فعلا اللي عندهم اللغة الحقيقية للشارع وعرضوا أفكار مهمة جدا لمواجهة
الشائعات أفكار عملية وأفكار، لأن دول اللي محتكين بالناس وجايين من القرى والمدن، يعني مش شريحة جاية من القاهرة، ده جايين من القرى ومن المدن والأرياف وحاطين إيديهم في المشاكل الحقيقية. يضاف إلى ذلك تدشين أدوات جديدة تتبع المؤسسات الدينية، مهمتها رصد وتفنيد المعلومات والمفاهيم المغلوطة التي تستهدف بالأساس التأثير على عقول الشباب والترويج للأفكار الهدامة. لا شك أنكم تعلمون أن تلك الجماعات الإرهابية الضالة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية التي فشلت في زعزعة الأمن المصري واستقراره استعملت أفتك أنواع الأسلحة الإرهابية ولم تفلح في زعزعة استقرار مصر ولم تنجح أيضا في زعزعة أمن مصر، وهي الآن تلجأ إلى سلاح آخر وهو سلاح بث الشائعات والأكاذيب وترويج هذه الشائعات لقتل روح الأمل في قلوب الشعب المصري وللتغطية على أي إنجازات وطنية أو حضارية على أرض الواقع. ولا شك أن هذا السلاح، سلاح الكذب، هو سلاح المنافقين والمرجفين من قديم الزمان، والمعول عليه في هذه المعركة هو وعي الشباب ويقظته، فالحرب التي نخوضها هي حرب الأفكار والمفاهيم. إذن هي استراتيجية مكتملة الأركان لإبطال مفعول الشائعات، تعتمد بالأساس على مد جسور التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة لتعزيز الثقة في قدرتها على تجاوز الأزمات والتحديات وتحقيق الإنجازات. استضافت الهيئة العربية للتصنيع وفدا من سفراء الدول الآسيوية، وأدار رئيس الهيئة الفريق عبد المنعم الطراس حوارا مفتوحا مع الوفد حول أحدث المنتجات والمشروعات وخططها المستقبلية في إطار الجمهورية الجديدة. الطراس أكد على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع أفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. من جانبه أشاد الوفد الآسيوي بمجهودات مصر لتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة. أنا معجب بهذه الزيارة، ولقد رأيت المنتجات الموجودة هنا، وطبعا أيضا أنا أتأكد أنني معجب بهذه المنتجات الموجودة هنا، وأرى أيضا هناك طبعا الفرص للاستثمار وللتعاون ما بين إندونيسيا ومصر بخصوص مثلا تطوير المشروعات كده في المنتجات الموجودة هنا. This is my third time. إنها المرة الثالثة لي لزيارة الهيئة العربية للتصنيع. مصر وتايلاند لديهم قدرة على التعاون معا، وتوجد فرصة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في عديد من المجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية. نحن نعمل دائما على التعاون بين مصر وتايلاند. دعوة السفراء الآسيويين لزيارة الهيئة والتعرف على مجالات الصناعة الموجودة في الهيئة، وأيضا التعرف على مجالات التعاون المطروحة ومجالات الاستثمار المطروحة من قبل الهيئة في مجال توطين وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجي، وده أحد التوجهات الرئيسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل الظروف الراهنة لتأثيرات ودواعي الأزمة الروسية الأوكرانية. إن شاء الله في المستقبل القريب نتطلع أنه ننشئ علاقات شراكة وتعاون ما بين الدول الآسيوية ما بين الهيئة العربية للتصنيع. اليوم كان الحقيقة زيارة كاشفة ومفيدة جدا، قدر السفراء الآسيويين يتعرفوا خلالها على المجالات الهامة التي تعمل فيها الهيئة وكافة نواحي تطوير الصناعة. مشاهدينا، وفي ختام هذه النشرة نذكركم بالعناوين. العاهل البحريني يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار المنامة وقصر صخير الملكي. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن لتقديم التعزية في ضحايا حادث ميناء العقبة. زيلينسكي يطالب أمام مجلس الأمن بتحقيق الأممي في استهداف القوات الروسية مركزا تجاريا، ومندوب روسيا يؤكد أنها أكاذيب.
ختاما مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، والشكر موصول للزميل أحمد بشتو.